ليه استمرارية السعي لا تتضمن حتمية الوصول؟ بص انا هلخص لك مفهوم السعي في معادلة بسيطة. تسعى في الخير تلاقي الخير. اقسم كده طرفي المعادلة على الخير هتلاقي ان 9 يساوي تلاقي، 9 تلاقي. انت شايف في المعادلة اللي فاتت دي اي وصول؟ لا، لا كانت موجودة في المعطيات ولا كانت موجودة في النتائج. النتيجة كانت انك طالما سعيت يبقى هتلاقي. مش شرط اللي تلاقيه ده يكون حاجة كويسة، مش شرط اللي تلاقيه ده هو الحاجة اللي انت كنت عايز توصل لها، لكنها النتيجة الصح. فبرافو انك سعيت، افضل اسعى لحد ما تكون بتحط المعطيات لنفسك او توصل لنتائج ترضيك. وكمان ما هو الفكرة ان الحاجات اللي بتسعى لها في الحياة دي هي اكيد حاجة مهمة، واللي في بالك في بال غيرك. فتخيل لو كل اللي بيسعى لحاجة بيوصل لها، لو كل دول بيلعبوا امال مين اللي هيشجع؟ لو كل دول بيمثلوا امال مين اللي هيتفرج؟ لو كل دول ساكنين جوه كومباوندز امال مين اللي بره اصلا؟ لو كل دول عندهم عربيات انت عارف كوبري اكتوبر هيبقى زحمه قد ايه؟ لو وقعوك قوم، لو غرقوك عوم تمام، بس لحد امتى؟ لحد امتى تفضل مش شايف ان دي امارات، ان ده مش طريقك؟ انا مش قصدي احبطك ولا حاجه، بس يمكن انت واخد طريق غلط. ده كل اللي انا عايز اقوله.